حركة أحرار الشام إحدى كتائب المعارضة السورية المقاتلة تصف محادثات جنيف بالسلبية حتى الآن. طائرات النظام تقصف أحياء ومدنا في محافظة حلب وتوقع ضحايا من المدنيين بين قتلى وجرحى. الرئيس العراقي يلتقي الكتل السياسية في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة. أنصار التيار الصدري يبدأون اعتصاما مفتوحا في ساحة التحرير، ومتظاهرون يعبرون جسر الجمهورية المؤدية إلى المنطقة الخضراء. في اليمن تحذيرات للميليشيات من أي إخلال بالاتفاق، والمخلافي يقول إن بإمكان المتمردين أن يصبحوا شركاء سياسيين. الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسة لها اليوم في الجولان لأول مرة منذ احتلاله عام 67.